اولا عشان تسقط الرحيم، يعني مش عايز اقول لك انا عملت يا عبد الرحيم المفاجاه بعد ما تخلص بس الانتخابات ان شاء الله باذن الله هيندم على كل حرف قاله عن صاحبه وابن صاحبه اللي بيعتبره ابنه لانه لا يصح ولا يليق. وخلي بالك اكتر واحد هاجم نجيب ساويرس عشان قلت فيه انا اكتر واحد، بس مشكلتي كانت ايه؟ كان مين بقى اللي ضربوها معاك؟ شاهد وهو اللي بيكتب الخبر ده. خلاص بقى عليك دلوقتي. في انتخابات محترمه في مصر من ساعه ما وقعت على الخارج. يعني كان ده يا عم. طب انا فدع كل اللي جاي. لسه ابراهيم شيخ مراد العبيد اللي قال لك اتخانقت معاه ولا حصل. دلوقتي حضرتك بيكلمني دلوقتي. فبقول للناس انزلوا، الشباب انزل، مستقبلك انت، احنا خلاص. حضرتك المفروض اللي تبقى حريص انك تنزل الانتخابات زي ما قاعد تشرب شيش على قهوه وتلعب دومينو طاوله. فجاه قال لك ده بيتدخل في بيعمل دعايه. عمري في حياتي ده الراجل عضو مجلس اداره في الزمالك، عمري ما قلت في انتخابات زمالك او مجلس شعب انتخبنا اهو، عمرك شفت واحد يقول للناس اللي عايز ينتخبني ينتخبني ما تخبيش عامل ينتخبني؟ فانا هقف انا بتقولي ده اقول له نائب انتخب في عمري ما حصل في حياتي اهو موجود اهو. بالعكس الله يرحمه الشيخ محمود عبد الله كان حتى انا اشتكيت له على فكره شكوى رسميه للرئيس العليا. طبعا احترامي ليه بحترمه جدا بقدره جدا، لكن هو عنده 300 شكوى. اشمعنى شكوى مرتضى اللي كل قناه يخش يتكلم فيها؟ انا طبعا لاني راجل قانون بحترم القانون بحترم القضاء وفي دماغنا القضاء. اجرائي الوحيد انا اشتكيت للجنه العليا لانه انا للراجل بني ادم اللي قال عليا ده اقسم بالله لا ضربته ولا كلمته ولا عملت دعايه، لكن هو بيقول لك حولها لجنائي يعني النيابه عشان هو لقاش عملت حاجه غلط. يعني لو انا عملت حاجه غلط في اللجنه كان خد اجراء. انما انا عايز اسال سؤال، هي اللجنه دي كانت في الصحراء يعني جمل ومعزه، ولا فيها رئيس لجنه قاضي قاعد وفيها عميد شرطه ورئيس مباحث مش كده؟ مظبوط يا ريس. تحية المرأة المصرية شيء عظيم وراقي، هي اللي رفعت النسبة. تحية للناس البسطاء الكادحين اللي بيسموهم الناس الغلابة، هم دول اللي نزلوا والله العظيم. أما البشوات والبهوات والسيجار واللي بيقرفونا في القنوات الفضائية محدش نزل، للأسف محدش نزل. اللي نزل بقى ناس البسطاطين في 100 عوبة في الحتية.